فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح أن قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة لأنهم كانوا مستحلين لهذا الفعل؟ علينا منهم مستحلين ولا ما استحلوا؟ إذا استحلوا كفروا، إذا قال الزكاة ما هي واجبة وحلال أني ما أخرجها هذا يكفر، لكن إذا قال لا الزكاة واجبة لكن ما لم أخرجها أبا، إنه مثل اللي يقول الصلاة واجبة ويقول ما يصلي يجبر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أقول الحج واجب وله بحاج حج الفريضة يجبر. نعم.